Ok, donc on y va. السلام عليكم ورحمة الله. الحال سخون ما كاش ما بغيتش ندير الطربوش فهمتي، فلهذا دابا باش نبين الشعر ديالي بانه راه ما مصبوغش، ما مديش ليه الحنة، ما درت ليه والو. ايوا ما عليناش، الحمد لله باقي بالشعر ديالي، باقي بالحمد لله بالصحة ونشكر الله. فلهذا أول حاجة غنديرو شوية المبردات اليوم غنديرو واحد كوكتيل ديال الخفيف وظريف فهمتي، هو ديال الرم دارك رم، الرم الكاريبيان ديال كيوبا وديك النواحي بربيدوس بهاماس جامايكا، داك القهوي ماشي البيض. غنعملو واحد هنا، غادي ناخدو سيدي واحد جوج اعبار ديال انتوما جوج ديال الرم، وانتم بالعقل هذيك النيغريتا كان شي مال في المغرب، وكان المرة اللي خرجتو بوج في الطرق قلت لكم هذا الفيلم. انا دابا غنديرو معاه البيرة تاع سكينجبير، ولكن هادي بيرة ماشي الكحوليك، غادي يقول لهم تقولها جينجابير، هاي عقلوا لها اول جامايكان جينجابير. غادي نخلطو مع هذا لانهم كاع عائلة وحدة، الكاربيان وحنا تشوفها نتايا، هو خفيف وظريف فهمتي. مبرد صيفي، مبرد صيفي و في الشتا تا هو معناش. هذا غنديرو هذا اسيدي. الصحة ديالكم، نتمنى لكم صيف سخون. تشيرز. على سونتي، على سونتي و سكول و اسمع هاديك سلانجيفار و هاديك على كل شيء اللي قبل قاعد لك نقولها. الله يطيرني الله. دابا المشكل ماشي قضية علاش قال للناس فيك انت غابر. انا ما كنت غابر والو، غير الباح لحد دي سيدينا باش ناخذوا العطله الحداويه ولا الاحاديه ولا بحال هكا شي دي مونشي مونشي. الكونجي بحال عباد الله، كلشي بغى ياخذ كونجي نهار الحد، كل يمشي الدوله هنا. فلهذا حنا خدنا للباح كونجي، ولكن نفس الوقت ما خليتكمش باش تلهاو بدوك الفيديوهات اللي تيحبسوا ليا باش خدنا العمل الاستلام ما تيرجعوش. اش ندير، دوزتم لياكم الباح وتفرجتوا فيهم وكلشي فرحان ويدهم فاش في حبي. نعم دابا اليوم الثاني هادو بارلي فرونسي راه تصرو، هادو غادي يقولوا معنا الثاني. وكل نهار جينا 500 400 ديال العراقيين والسوريين، وكاين بين فيهم بعض المغاربه تا هما داخلين تا هما تيقولوا راسهم بيننا وهاد. وكل نهار بغيت نشدوهم ماشي من دابا دخلوا النيفي، دابا النيفي خدامه هي وديك الطياره الكبيره، ديك الطياره اللي بحال هكا تشوف كلشي. ايوا انا بارك كل نهار شادين، وغدا غادي يصيفط الطياره الاولانيه هذيك الوزيره ديال الداخليه ديك الهنديه، هي هنا بكره حارقه مانيناش. مشات عند بالي فرونسي وتكلمت معاهم، قالت لهم شوفوا ما تعيقوش، نعطيكم مار 30 مليون ديال البون مار شحال في العام،
ايوا قوموا بشغلكم. ايوا دابا راه والمرة كي قال لي غيمشي لتما الله اسمه داك السيزي لان دوك اسمه الدينغيز وداك دوك البابورة ديال الكوتين فخو كاين المياوات حاضرين في المرسى غادي خصهم يبيعهم بالعلاني والمغربي. وقال لي اش من نمشيو نشريو شي ستة ونديهم المغرب بدا نجيبو المغاربة قبل ما يجي الشتاء قبل ما يجي الشتاء الخريف. وهذه هي فكرة حسنة. وقول لهم قول لك الشوطة البحرية والله عرفتي هاد جداد يشريهم جداد يعني تيخلصو 4000 طن الواحد باش تجي 18 20 في الفلوق ماشي الفلوق هذوك اسمو هذوك ديال اللي بحال الشومبرين هذوك يجيبوهم هنايا هذا الله منهم والله زوينين فهمتي كلشي جداد ما عندهمش عندهم غير نهار الخدمة وصافي حتى ما تيجي ما ديرش 20 تيبقاو حتى ايوا دابا شادينهم شادهم النقاز ايوا غيديرهم باقي في السوق العالمي وخصهم يمشيو يشريو شي حاجة تما ايوا كيخصهم يسينيو ورقة باش ممنوع استعمال اسمو هذاك اسمو الهجرة السرية تكتبها في ورقة ونحن ما نقول ما عندناش ندير ما ندير الهجرة اللي عارفينها كاع عباد الله ديال المغرب ايوا ايوا دابا عباد الله ديك الدولة اللي ماشي دولة اسمها ديك العاصمة الإسماعيلية احسن يرجعوا للدولة لان هي فيها اقل من بعدها واش الناس مشات قرا ديالك كنتي قرا باش يوليو العدول. لا والعدول ملي يخرجوا قالوا لهم خصكم تعطينا 2 مليون 2 مليون باش تاخذوا المذكرة ديالكم. والمذكرة اش فيها؟ اش فيها سبب وخد رجوة وشاد مني فاق هادشي اللي قال لهم تخيلوا يلا خرجوا متاكلوا بوالديهم ما خدامش 4 شهور مع هادشي ديال التاج. ايوا قال لهم راه قال لهم ودي خلينا بعدا نخدموا من ناخذ شويه الرشوه ندور معاهم. قال لك دابا بقى منهم شي تقريبا 20 مليون يتقام عليهم هذيك الوظيفه ولا ما عطاوهاش داك الشيء مالها. ولا دابا كاين الرشوه عين بيه وداك اسمو داك القصيور ديال العداله التنميه داك العمده. ايوا هذا العمده مال المدينه ديالو هو اللي ماشي تحتو الطلبه ديال فاس تخرجوا باش يوليو العدولات وما باش عطاهم باش قال لهم تدوروا معنا هو اللي هو كانت مذكرة شي 150 درهم دابا طلعوا 2 مليون 2 مليون عازيد على هادي وزيد على هادي على قالك في الاخر غيتقام عليهم 20 مليون وقيلا دخلوا في هذا قرايه. ايوا شنو هو يبان حتى الشفاط في هذيك فاس ايوا دابا هاد العدول اللي تقول لي اعطيني 20 مليون ايوا هو النهار الاول غياخذ رشوة عين بي باش يرجع 20 مليون ديالو. هادو تيشجعوا عباد الله على رشوة. هاد العدالة والتنمية هاد المسلمين اللي متعرفو غير نكاح من الإسلام بعيد عليهم حاشاكم بعيد عليهم الإسلام. الإسلام ما يستاهلوش. وانت تشوف هذا هو فيها تشوف تصدع غير في الناحية اللي حاكمين فيها العدالة. قال لك هذا بونو كان طبيب عسكري ومرته طبيبة ويعاودوا يقرروهم يعاودوا يكرروا الله يرحم باك يكون باه ويكون هو طبيب ولا تكون مرته طبيبة ماشي سوقي فيهم. حنا قلنا لي واش كرئيس مجلس المحلي ديال فاس وبرلماني في نفس الوقت اش دار لهاد فاس؟ اش دار لها؟ كل نهار تسمع فيها الفساد والقتيل وباقي دابا هما الاخرين كيكذبوا علينا العاصمه العلميه. اش من العاصمه العلميه الناس مشات طلعوا للسما وجاو وما تيقولوش ليها العاصمه العلميه ديال كاب كارنيفول في فلوريدا ولا اللي على بسالة. شي عيب كاع وعليك ديك اسمها ديك كل دار دي ديال الناس حد تقرا ولا تقرا من تقدر تشد ليسونس ولا شي ليسونس تشد البكالوريا تقدر تعمل طلب باش تمشي تولي طبيب باش تقتل في عباد الله لان ما كاينش عندك والو هذاك الموطور ما عندهمش يعتق عباد الله تيعتق راسو جيب هو الاول. هالو دابا تيتشكوتو هما علاش قال لهم كاين 50 الف واحد طلب عمل الطلب باش دخل اسمها هذيك اسمها الكليه ديال الطب ديال الجزاره مش المدارس كل دو ماشي دي ميسين دو لا بوتشيري على العمالة اسمو هاديك فهمتي هاديك دابا قالك قال لهم حاجة 3000 غادي نقبلوها 3000 كيفاش درتو ليها تقبلتوها شكون هما اللي ترشحو شكون هما اللي هذا باعوا البلايص ماما بابا هذا باش يوليو الجزارة لي بوشي دو لوندومان العمالة لي بوشي سوف تومور الجزيرة لان طبيب الجزائر ولا تكتب السبوب ديك السيرتيفيكا الاطباء هذا باش معروف فيهم القحاب ابتيت اوبيراسيون وتيقعد لك فيها 7 8 10 8 ياخذ منك
ويخليك واحد يومين ثلاث ايام كان في لاكاف تخنز بما تشاك يتصرف. هادو 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 المصحة العيادة الأطباء اللي بيخرجوا أطباء، سير الله يعطيكم السم. قال لي واحد، قال لي وقع لي، اش غادير لك اخويا؟ السيستم، السيستم خانز عندكم، كوروبيال، كوربت، السيستم از كوربت. ما عندك ما تقول لي، قول لي بالعربي ولا بالفرنسي باش نسوقي. ومن دابا الاكادي الناس تمشي تبحر في اكادي، قال لك الصيف العظام غنمشي نتبحر في اكادي. قال لك الخرع، الخرع خارج في اكادي، الخرع القادوس الخرع مخرج لك العداله، المجلس البلدي للعداله والتنميه هو اللي مكلف داك الشيء. الخرع ماشي هذا يمشي يتريتيه وداك الشيء وهذا وداك الماء ديالو يرجعوا يسقيو بالكورت. لا لا ما كاينش، حتى قلت له غادي يخسروا على التريتمون داك المحل اللي هذا. لا نقصوهم دارهم جيبهم، قال لي طلق الخرع، طلق الخرع عن الخرع. دابا قلنا الناس عوفا كادير والخرع عندهم. اكادير ودي اكادير ميامي اوف ذا فيتشر ودي لقى حاجة ولا هادو 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 المسلمين خربوا لقاو شلوح دراف تما. اما كنت لهم دير دير مهم تاني نديرو هذيك الحرب، الحرب 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 الاهلية شلوح مع العربية دير مهم. اش جاي دير عندي في اكادير دير امك؟ اش جاي دير هاكا؟ لا لا هو هادشي اللي وقع، راه هادشي اللي غادي يوقع، راه هادشي غادي يوقع، هادشي اللي وقع. هما بقاو بقاو على الرشوة، على الرشوة تخربوا لبنان. دابا بزز تضغط عليهم فرنسا هما يستقلوا، تضغط عليهم فرنسا. وأول وحدة تستقل مرأة، واحد الدري زوينة وقيلا وزير السياحة، استقلت اليوم الآخر مقلب في وفرنسا ضاغطة لأن الشعب خرج اليوم ثاني الغوات، كي دخلوا ولا والو، قال لهم استاهلوا مشوا بحالنا. وشو لقى حباب مريح في الحكومة شبع فلوس باني لي زابارتمون في فرنسا وداك الشيء، ولقى حباب ولبنان نص نص فيها راب ومازال قبا يشدوا الحكومة بحال بحال هاد العطاية اللي عندنا هنا في 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 الرباط. في الرباط هي هي في كيجي البرلمان اللي في الرباط. احنا اوتيل، احنا اوتيل باليما، احنا اوتيل باليما. هاك 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 تما، تما هذاك في ذاك البرلمان هذا هذاك ولا القحاب تما خصهم يستقلوا. كيما تعرفوش يستقلوا ما عندهمش ديك. قال لي واحد يقول لها ماشي التربيه، التربيه وشنو ما قالك ما عندهمش، ما عندهمش ديك التربيه واش انا نجي نربي فيهم انا ما باش يستقلوا لانهم شابعين فلوس شابعين رشوه. لكن واش دابا ديك المحمديه الله يرحم باكم ديك المحمديه مصدعينها ديك المحمديه الكره ما بقاش عندها معنياش. احنا ما كنجيش نتكلموا على الكره نتكلموا على المحمديه، والمحمديه قالت الملعب ديال الكره رجعوه باركينغ. ويلو ويلو الناس مشات باش تلعب كره تلقاو الكاردي قال له قال لي شنو قال لي خلص ندخل فين نخلص؟ قال لي انا ويلي الناس مشات تقول الناس يتفرجوا دابا في الطوموبيلات يتباركوا الملعب البلدي ديال اللي كتسمى ديك الفضاله، فضاله اما المحمديه تعدوا عليها فضاله ديال فضاله فضاله هذاك. وشكون اللي عطاهم ليتوريزاسيون باش يرجعوا لنا؟ حنا الملاعب القرب كاع هادو خذوهم باعهم ودابا بقى لهم الملعب، الملعب البلدي رجعوه باركينغ لمن ما عرف شي واحد يجي في دابا شحال الباركينغ انت باش تدير لي كيوسك ولي كيوسك فين تبيع لك الحلوى والشوكولا ولا شي. لا في المغرب تدي تنعس فيها، تنعس واقف تاهودي يبول تما كلشي مليح. ما كاينش ما كاينش المرافق العمومي بحال ديال التواليت باش يسد الكيوسك يمشي على جنب يبول ويرجع تيدير السطر وتيبول تحتو. ها ها الكاب وديك الكيوسك شكون شادهم؟ انت لا انا انا سيت قول فاش هادشي مراكي عندك شي كيوسك في المحمديه قالك عند الله وجا الاخ ها شنو الكيوسك ديك اللي برا كيبيعوا فيها الحلوى قال لي وشوين قوم؟ لا لا قالوا لي من عاطين ما عاطينهم الناس موظفين اللي ما تيصوموش يزول 20,000 في العام، 20 درهم ماشي هذيك 20,000 درهم في العام وعاطينو كيوسك كاع فرقين على على بني عمهم ولاد القحاب. هذيك الرئيسه، هذيك الرئيسه، هذيك هذيك الرئيسه دارت تما دارت دارت لنا ديك الجماعه ذاك المجلس البلدي دار الدعاره، دار الدعاره اللي نكحوا لي شي حاجه تعطي هذا تعطي ولي كيوسك ولي كيوسك وتم الرحبه والرحبه تاهي تاهي ولا ماشي الرحبه خرجت عليها قحبه. الرحبه هذيك راه تيبيعوا ماشي يبيعوا في الرحبه، حنا عندنا في الدار تيبيعوا فيها كسمو اسمو هذوك الحمص القاتل ماشي ما عندي مو عليك تيبي هذا هذوك تيبيعوا فيها ولا ولا ما هاي الرحبه مشات التيران ولا في الباركينغ ولي كيوسك باعوهم ماشي هادي هادي باعوهم وباعو باعو قال لهم حقه لان كاين عندنا هذا الازمه ديال اسمو ديال كورونا داك التيار احسن نرجعوه باركي. وهذا دخل هذا الناس تما وداير به هذاك شنو في القحاب شكون دابا شكون اللي عطى لوتوريزاسيون؟ ايوا هو قال لك نكح فيها شي واحد من قرب يجيها راسك قال خذها
عطاتو الملعب ديال اسمه الملعب البلدي، رجعوه بكار باك. هذه لان هذه اللي ما كانت تعطي، اللي عطات الجسد ديالها هذوك شغلها، وكيفاش تعطي الملك العمومي لعباد الله شنو هو؟ والشعب ما عندهمش، حتى المحمديه ما عندهمش كره. ايوا لا ما يعني تبيع لي التيران هذا وبيع لي الملعب الباشي وزيد على الاخر وزيد على الاخر وفين يلعبوا؟ ايوا البحر ممنوع تلعب في لعب الكره في البحر. ايام تمول لي عبد الله كان يلعب الكره تما، ياه كانوا يجوا الدراري من الدار باش يقصروا معاهم هذا وكذا. حكى لنا شي فيديو تما، ما عليك من قديم قديم انت مازال ما دزتي مش عارف داك الشيء، الله يرحم باك. خلينا نمسال هذيك مراكش، هذا مراكش ما بقاش بسمو سمو هذا سمو سمو اسمو هذا اسمو هذا حمزه مومبيبي، العداله مومبيبي. واحد رئيس واحد في الجامعه او الجامعه ديال البدايه واش هو في الجامعه او في الحبس البدايه ولا واش واش ما حدش تما. قال لك داك اسمه داك هذاك اسمه اللي كيحكم الامين العام، هو رئيس الدوله رئيس الحزب. داعي المال هو داعي والداعي دابا غيمشي معاهم المحكمه. علاش اللي قال لي علاش ما تصبطش معنا؟ كيفاش انا صبطت معنا؟ قلنا ديروها في البرلمان مع داك بلا فريج. قال لي سيني قال ما نسينيش انا ماشي بيوا هذا اللي تو معاهم. قال لي انت معنا في الحزب ديالنا سيني. قال لي علاش نسيني؟ انا تمثل الشعب ديالي، كل حاجه انت نسيني عليه وكل حاجه ما نسينيش، ولكن هذا الضمير ديالي ما خلانيش نسيني لان انا ما قابلش. ايوا هادو هادو العداله الدوله منين قال ما قابلش. قال لي غادي نطردوك. جابوا لي شي وحده تنكح شي واحد حطوها في البيرو ديالو. ايوا هو دابا هو مدعي معاهم. وقال لي ما ترشحش في الانتخابات. مش على العداله والتنميه. هما بغاو يجريو عليه وقال لي ما ترشحش في الانتخابات. وعلاش؟ لانه ما بغاش يصوت معاهم. ايوا هو تيمثل الشعب ما تيمثلهمش، هو تيمثل المجلس البلدي ديال مراكش ديال الناحيه اللي فيها هو. ايوا قال لي لا خص تصوت. هو علاش يصوتوا؟ تيصوتوا على توزيع البهيمه الحلوه الكيك. يقولوا هذه الهمزه غنصوتوا عليها وهي ماشي قانونيا لانهم عندهم الاغلبيه ولا شيء. العداله التنميه الكشفاره تيصوتوا عليها وهذا وتيديروها على خريطه مسكين. كيما داروا كيما فيما كانت العداله والتنميه. شوف هاد الدار البيضاء، الدار البيضاء دخلوا لها خربوا ديك الدار البيضاء. الديور تطيحوا، الزبل في الزنقه، الكلاب تدور بالليل، السبيطارات مسخين. واش عباد الله من السبيطار ملي تشوف كروسه ديال هذاك الفراش ديال السبيطار الباياس، الباياس تيبيعوا في الكرموس، رجعوا كروسهم. هذا منين جاب هذا الباياس؟ هذا واش خرج مع كورونا خرج مع باياس؟ ايوا الفراش مخرج والله معاه، راه كاين في التواصل الاجتماعي دير فوق اسمه الكرموس اللي يبيع فيها كرموس. وفين حدا السبيطار؟ شكون اللي تياكل عنده؟ السيكريتي مره تقول دوزوا لي واحد ثلاثه ولا اربعه تياكلوا تنقيهم لي ياكلوا. ايوا كيفاش خرج ديك الكروزه؟ ومني تجي انت الامرجنسي ديك السيرفيس ديال جونسي نعسوك في الارض لان الباياس ديالك راه عند مول الكربوس. رجعوا الكروسه ديال الكربوس. ايوا هادشي اللي واقع في المغرب. تقول لي علاش انت نتكلم؟ انا ما نتكلمش. ما تقولش علاش ما لابس الطربوش؟ ما لابس الطربوش لان بغيت نعطي لشعري شويه ديال الهواء لان مع دابا الحال سخونيه. ايوا غادي يطلع لي الطانسيون، وملي يطلع لي الطانسيون ما يلقاش فين يخرج. الله ما تحيد الطربوش. خلي بعدا نشرب المبرده. هادي مبرده بكاردي ولا داك الرم مع الجنجبير. قلبوا عليها، راه بقيلها عندكم في المغرب لقيتو. جنجبير ولا ما عندكم الجنجبير؟ من اللي قالوا الجنجعيل. مزيان في الصيف مع هو تيسخنك وتيبردك. سكينجبير تيسخن وزيد عليها الدكا على الرم. الرم داك ملي تيسخن ايوا ملي الواحد يشربو تي وانا ديك السخونيه تطلع تولي بروديه. ها الله يلقى لكم شي كحله مالين. ايوا دابا تشوف شوف الناس هادو هادو من جات تشوف دولة عربي ولا ما هما عارف حنا باقيين في حسبهم المسيح وفيهم اليهود وفيهم كلشي. ايوا اليوم استقلوا عشتي. ايوا المغرب تاو خصو يتعلم الاستقاله. ها استقلوا بعدو لان الناس كرهوكم. ما بقاوش عندنا الثقه في الحكومه الوزراء وديك تيجي يمثلوا
لأنكم كلكم من القحط غير الشفر على أخوه. أني أقول هو إذا ما فيها عيب، أنا ماشي سوق يحبسوا لي الفيديو، يحبسوا لي ما يحبسوش مزيان، ممكن تتفرجوا به. إيوا دوك الفلوس يعطيهم 4 دولار 5 دولار، أما أنا خارجة من نجيبو نشرب الكري أنا مني، والناس يتبرعوا لي، الناس مرة يجيبوا لي قرعة هذه، يجيبوا لي السيجار، يجيبوا لي تيجيبوا لي حتى الحوايج، الحوايج يجيبوا لي، لأنني أنا عامل لك اسمها ديال اسمها لك الخيرية. قال لك الخيرية، الخيرية من الخيرية. قال لك الكيوسك، الكيوسك ديال العمالة، الكيوسك ديال اللي كاينين حدا اسمو لا كورنيش، الموظفين اللي خدامين، اللي خدامين تيكريهم، تياخذوهم تيكريهم العباد الله بين 6000 حتى المليون، 6000 درهم، 6000 8000 10000 درهم في العام تيكريوها الناس. وشكون تياخذ الفلوس؟ هو موظف خدام على العمالة ولا خدام على الجماعة وعنده كيوست تكري، وانت الشاب اللي خارج بالشواهد ديالك وما قديش فين تخدم. ايوا علاش؟ لان الحزب والعداله وديك هذيك الصبيصه رئيسه المجلس البلدي ديال المحمليه، انا تنوجه لك هذه الرساله، سير عني البحث قول لي علاش النادي البلدي تاع المحمليه اصبح كارت باك، لماذا؟ علاش؟ 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 والفلوس اللي دخلوا ديال الكري ديال الطوموبيلات شكون اللي تياخذهم؟ واش تاخذهم من الخزينه ديال البلاد ولا تاخذهم انت ولا تاخذهم صاحبك اللي كان ينكح في ديك الليله؟ ما علينا، فهمتي؟ وانا نقول لك من هنايا عقلي عليا، هات صورتي، ها بغيت تعملي بيا شكايه اعملي بيا شكايه، لانك انت اللي خصني ندير بك شكايه. ها اللي تكرفستي على المحمديه، تا ديك البومبه ديال اللي صاروا الرافينري ما قدروش تشروها، علاش؟ لان تتخونوا الصندوق. علاش ديك الرافينري شحال من مليار تسلفوها؟ راه المحمدي راه عندها الاسيد ديالها، تسلفوا وخدموها. ولا بغيتي تخدم جاي دير شي مرات تشعل فيها العافيه وديروا ما وقع في لبنان. هذيك غد اتوقع عقلوا عليها الناس، عقلوا عليها، ماشي شواف. هذاك الشيء اللي غيديروا للمحمديه، واحد النهار المحمديه اشكون تبحث من التاريخ وترجع على الدار البيضاء كما كانت في ما كانش المحمديه، كان الدار البيضاء غادي من تما. ها ماني سمع عطا ماريس، ايوا دابا هذا انت تشوف، خرجوا عليك المحمدي، خرجوا عليها، خرجوا عليها، خرجوا عليهم على الكره، خرجوا عليهم تاع الجولف، خرجوا على داك الشيء الخيل، خرجوا على كل شيء. عايش ولي يديروا دوك الكوريا دابا، الكوري تاهو، الكوري تاهو شادوا واحد مابقاش خدام في الجامعه لا في العماله، هذا باش شادوه هو كوري قداش غادي تعمل فيه 10. شتي تيفرقوا الملك ديال المدينه بعضياتهم، الزامولية والطبوب والترماوية، فهمتي؟ هادشي اللي خدام. اسمعيني هذيك الرئيسة، سمعيني هذيك القحبة، انا نقول لك من هنايا، قلت لك القحبة اللي ما تقومش بالشغل ديالك، قلنا لك انت تضاربوا لا سمير ما لقيتوش لها الحل، علاش ما تلقيوش لها الحل؟ علاش؟ لماذا؟ لماذا؟ ياك هي المشغل الوحيد اللي عندكم في ديك المدينة وما قدروش نوضوا تسلفوا، جيبوا لي زانفيستو من برا وجيبوا هذا، جيبوا لي انا، جيبوا المروكي، جيبوا باقي ناس تلفيق ونقول لهم ولا بغوك المعنية. انتوما شنو ديروا انتوما؟ عطينا رئيسة المجلس، ما تقاوليش من رئيسة، رئيسة ديال حاجة ديال شنو تشوف انت يا كل شيء في مكان العدالة التنمية كاين تخلويط، أكادير الخرا في البحر، المحمدية باعوا الملعب ديال الكرة رجعوا كارباك، والناس الدراري الصغار ما عندهمش فين يلعبوا، والمحمديه براسها اللي بقى المحمديه ما عندهاش فين تريني، علاش؟ لان الملعب بلدي ولا فيه طوموبيلات. وتشوف انت هذا العدل في مراكش هما قايلين بحالهم، دابا كاين جوج فيلمات، كاين ذاك حمزه مون بيبي، وكاين هذا العداله والتنميه ديالهم، تا هو باقي تيدعوا بعضياتهم. قال لي ما نصوتش انا، نصوت على الظلم، انا مع العداله والتنميه، ولكن من هاد النقطة ما غادي نصوتش معاكم. قال خصك تصوت معانا نصوتوك، ايوا شي حاجة العنف. دابا غيمشي هذيك القاضي مع غادي يعرف القانون، يعني شتي يتكلم ديك العربية ديال القانون، مشى هذيك القايد خاف، قال لهم ماشي التخصص ديالنا، فين غيديوها؟ دابا شي قلب ماشي حاجة الأحلام هذيك تسمى ديك المدينة مراكش، التخصص ديالها واش هي القحاف الدعارة والمخدرات والحقير على الصحفيين، وهادشي هادي الاختصاص ديالهم. علاش؟ لانهم كلهم تيتلاقاو باللي في الكباريات،
وكيل الدولة، مع القاضي، مع داك ديال الكوميسيري تاع عمر المحاضر، مع الكوميسيري ديال اللي مقال بلاكول سيفيز دالكول تا هو، كلشي واحد القحاب ماشيين. دابا المحاكم ما عندهم حتى شي تخصص، تخصص ديال المواد ديال هادشي ديال هادشي ديال الاندر جراوند، هادشي ديال صحاب المخدرات، صحاب مافيا العقار، هادشي هما سبيسيالتي تجي عندهم تجريو عليك. يقول لا ما عندكش الحق. من الاخر القاري قال لي الحق، انا مش اختصاص ديالي. دابا يمشي يقلبوا على شي محكمه. دابا خطر غير الدار البيضاء ولا الرباط. شي محل ما فيهش العداله والتنميه، لان ما كناش فيها العداله والتنميه، فاس فيها التنميه الضربي في العداله والتنميه. ايوا كاين ديال اكادير تاهي فيها العداله والتنميه، وطنجة فيها العسكر، لان هذوك القحاب صحاب داعش من اللي قلدي هما العسكر، لان هما القحاب هما اللي كانوا يصيفطوا ريكروتمون بيس ديال داعش من طنجة. تيجيو الشباب من هولندا ومن بلجيكا ومن المملكة المتحدة وداكشي، تيجيو لهنا، تيجيو تما اسمها ديك طنجة، كاين داك الفيزازي وداك القحاب دوك لي زيكستريميست، تيبيع عليهم برين واش، هذا وهذا وهذا الاسلام خصنا نحرروا هذا وهذا وهذا. واش حرروا؟ واش حرروا؟ القحاب اللي يقول ديال هذوك ديال الحكومه ديال العراق، هما كلهم هنايا في الانجليز، هما بدا يحزقوا، جاو هنايا يشروا الابارتمان، مشاو الكازينو، هما بدا يبيعوا في لي زابارتمون. دابا ولا تيمشيو عند السوشيو ياخذوا فلوس الحكومه. هذوك القحاب اللي جابوا معاهم الملاير ما عبر عليهم هذاك اسمه هذاك الامريكاني ترامب، وقال لهم الفلوس ديالنا ويفريزيهم لهم تما، خليه يدير المهم يموتوا في الجوع. جابوا يتسلفوا يعني، علاش نسلفك انايا؟ نسلفك انايا، نسلفك انت وزيدي واخا طلب لي منسلفك، شو واش نسلفك القحاب؟ خويتو بصدام حسين، خويتو بالاسد، ولو بلا فرقتو هما القحاب. ضغط عليهم داك ماكرون، لان داك ماكرون تشوه، لان هو اللي تي لا، لان هو قاعدو تابعين تابعين لي فرانكوفون، حتى هي راه فرانكوفون. ايوا قال لي ما خصكم تستقلوا، لان الشعب صافي، الشعب قال لكم تستقلوا تستقلوا. فاك يو، دابا حنا ماشي بحال المغرب، تقول لي استقل، قول لي الملك هو اللي حاطني. ايوا الملك راه مريض، ما عادش تكلم معاه. نمشي نتكلم معاه، انا ولده باقي صغير ما نقدرش نقول ليه. شوف الله يرحم باك، شتي باك قول لي تكلم، عيط لي، انا بغا التليفون ديالي راه عنده عند المخابرات، فهمتي؟ قول لي عيط لي بغيت نتكلم معاه، لان 20 غش قربت وبغينا نديرو ديك المظاهره ديال 20 غش باسم الملك والشعب، وهادو صحاب البرلمان وهادو ايدهم في حبي. القحاب الله قال لك واحد علاش ما تكلمش على اخلوش، وانا اخلوش هادي خلع لي انا اخلوش، شي قوي يقول لي خلص يخلص الخطيه، ياك حكم عليا ديال المنافسه والمكاساسه، ياك حكم عليا. القحاب لا، قال لهم لا لا، واش دوزوا للبرلمان؟ البرلمان ما صوتش عليها، وهي زعما هي اللي كاسمو شمو داك داك تبيع الصبابط، اسمو جطو، داك باباك يدور ياخذ جطو. هو ديك الفلوس جمعتها سي جطو، علاش ما تخلصش ديك 600 مليون اللي دمصتينا فيها ملي كنتي رئيس الحكومة؟ نسيناها ولا ما نسيناها حتى هي؟ ايوا كيما درتي انت هما يديروا. قال لهم حق، قال لهم صحاب المحرقة خصهم يخلصوا واحد الخطيئة هذا هذا، على الاخر بيتو معاهم. قال لهم حق البرلمان، مشاو البرلمان صوتوا عليه، قال لهم كذا ضريبة لا والو، ولا القحاب كل شيء لوبي لوبي ولا القحاب، لانهم هذوك هذوك العدالة تما تيخافوا من الاخلوش، تيخافوا من اللو. تقول لهم هو صاحب الملك، ولما كان عنده صحابه، ما عنده صحابه في الملك هذو. الله قال لي واحد الله يحفظك اخويا، شكرا. ايوا هادشي كذا يا خويا، ما كيداش نطول عليكم وما بغيتش نبان عيق. حق الدراري، الدراري كانوا تيقراو، كانوا تيقراو كيما واحد شي كورس ديال عامين، وكي بعدا ما فسروش ليا، ما عطاوليش سمية المدير، ما عطاوليش سمية المدرسة فين جا. قالوا لي بأنهم قراو واحد الكورس يقولها BTS، قراو ودوزو امتحان ديسا جوي، ولكن مازال ما عطاهمش التاريخ ديال الريزولتا ولي سمو سمو ندير النقاط، ما عطاهمش. والدراري تيتسناو، لان كاين اللي بغا يخرج يقرا في الخارج خصو الدبلوم، ومازال ما عطاهم والو، ما عطاهم لا تاريخ لا والو. تبغى النقاط انت والو، لا شهاده لا والو. هما دوزو امتحان 17 جويي، ولي بشحال؟ قال لي 11، احنا 11 لا، احنا
لان اجي تزيد نهار باش نعطيه لافونس. اه 10 في الشهر، شحال 7 ايام، 7 ايام وتكمل الشهر ما عطاوش. حنا عطينا النتائج لعباد الله، واخا ما دوزوش امتحان قدرنا اليوم. اما هادو مشاو دوزو امتحان، دوزو امتحان هادي بي تي اس، ما عطيني بعدا المدير وعطيني المسؤول، ما عطيتوش عطيني المعلومات. مشاو الله يرحمك، ما بقاش كتبوا لي بحال شي وتخليني انا واحد باش ندن. انا ما في من لا بحث لا والو، انا ماشي نمنام. احنا غير نبرقوا هنا وصافي، انا برقاك مندي ما اما النميمة نخليها لعباد الله المشاهدين. المشاهدين ايوا هادشي اللي كاين اخويا. والكيوسك ديال الدريجات العاليه والكرو ديال لا هو الموظفين عندهم الكيوسك. ولو قال انا سمعت واحد المره قال بين الملك اللي يعطيها للناس باش يعاون الناس المكفوف وهذا 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 خافي هذا وصحاب الجماعه اللي عنده حلال نجوا عندهم الكريمات والكريمات عندهم صافي يدخلوا اي حاجه حلال بحال كيما قلت لكم داك اسمه الرامي ملي كان يبرقق اسمه داك يوسف لا ديال الوزير الداخلي اللي مات في فرنسا البصري كان برقاق ديالو كان برقاق ديالو هو معاه في الجامعه وبيع ديالو ديال المخابرات اللي معروفه ديما في الجامعات فيها بحال عندنا هنا في اوكسفورد وكامبريدج تما تيخرجوا لك ديال المخابرات داكشي اي ماي 5 ام اس خاص تكون عندك نقح بك عنده جوج كريمات هذا اسمه داك العروبي الرامي عنده جوج كريمات جوج كريمات شوف القحبه منصب وزاري هذا برلماني راي ما عنده كريمات انت المسكين بحالي انا بحال حنا بغينا نشوف الملك اللي فينا هو يعطينا واحد الوسام باش نعلقو في القميجه ديالي ما بعد ونتسناو 20 غش مبنى وكاين هاد 20 غش واش غادي يعمل فيها خطاب عاوتاني هاد المره غيجي في الباياس يخطب لنا من الباياس الفايس راه باعو ملك باعو الملك ربوس الله على معدين على ذاك الملك الله يقل ديمكم واحد ماشي اش الله يلقم شي مصيبه شي مصيبه هاد القحاب خرجتو عليه مرتو السيد مرتوه تولي يقولوا الحسن الثاني كي هنايا ايوا مي ولا وزير الخارجيه تيقول الحسن يتكلم باسم الحسن الثاني صافي واش تاولا انا من الحاجه الثانيه فيق لكم راه غير تما صمد حسان غادي يطلع مع الدروج يخرج يشد الطاكسي ويجي لكم تما يبدا على يمكم هو اللي يعرف لكم هو فيق مع البصري والله خلي يمشي بحال الله يرحمك ما في ما نبدا نقبو زعما ويلي لان السيستم هذا هاي لبنان دوله صغيره مستقله شوف سيمانه مازال تيضربوا مع الشعب يا ولد لقح مخلي المفجرات مخلي حنا عندنا الله يحفظ شي مره بحال القنيطره وفين داك كاينين داك لي ديبو ولا داك الشيء ديال هذوك ديال ماشي الفلاحه هذوك كاين عند الله يحفظ كثير عندنا حنا داك الصاد وداك العساس يجي ثالث مول يطيب الكامينه ديالو وهذاك الشيء ديال المفجرات غير يشم الريحه ديال العافيه ودي ولكن دابا هما واش يقولوا بان اسرائيل دارت ولكن ما يقولوهاش ولكن باش تسكنوا حنايا باش تسكنوا فهمني هو ذاك اللي كاين تما علاش مخلي تما علاش قول لي ديروا اسرائيل وديري نتايا مسؤول على لبنان السلم وهذا وعلى السيكوريتي على لبنان مين تعرف كاين داك المفجرات وحدا المرسى واي واحد يجي تما يجيب شي بابور شي فلوكه يهود ويشعل ويزيد حاجه ها ايه ولا حق ما باش يقولوها ولكن حنا باش سخنا منين يقولوها